اللي رح نحكي ويتم الحديث حول تفاصيل أكثر فيها. ينضم إلينا عبر خط الهاتف الزميل الصحفي من شمال غزة محمود صباح. يسعد صباحك محمودة. يسعد صباحك. دائما يصبحك بالخير. دائما في كل صباح ندعو لكم بأن تكونوا دائما في حفظ ورعاية الله. العشرات من الشهداء والجرحى ارتكاب مزيد من المجازر في شمال غزة. كيف يبدو صباح اليوم تحديدا في الشمال محمودة؟ نعم، يعني على اليوم لليوم الثاني بعد 20 من هذه العملية العسكرية المستمرة في شمال قطاع غزة، ما زالت الأوضاع الميدانية صعبة. صحيح هناك تراجع للآليات الإسرائيلية بعض الشيء، ولكن لا نستطيع أن نقول هناك انسحاب كامل للآليات الإسرائيلية بسبب وجود الخطر أو وجود السيطرة بالنار من قبل طائرات الكواد كابتر. يعني صبيحة هذا اليوم شهدنا عدة استهدافات لتجمعات للمواطنين في مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة. كان هناك استهداف بمنطقة بشارة في منطقة جبل البلد، وأيضا تم هناك استهداف لمجموعة من المواطنين في منطقة مشروع بيتاهي بالتحديد عند مسجد القسام. أي أن الخطر ما زال موجود في مناطق شمال قطاع غزة، وإن إعادة الآليات إعادة التموضع من خلال التراجع البسيط لربما نشهد تقدم مرة أخرى. يعني هذا حدث في اليوم 15 تقريبا من هذه العملية، كان هناك إعادة تموضع وثم تقدمت الآليات واقتحمت مستشفى كمال عدوان. وبالحديث عن مستشفى كمال عدوان وعن المنظومة الطبية بشكل خاص، يعني للأسف الشديد الوضع الطبي في شمال قطاع غزة يعني يمكن الحديث بأنه انهار بشكل كامل. مستشفى كمال عدوان الآن لا يستطيع أن يقدم الخدمات، حتى وإن قلنا إسعافات أولية هي مستشفى متهالكة ضعيفة، لا يوجد فيها أطباء ولا تمريض ولا أيضا مستهلكات ومستلزمات طبية. يعمل في المستشفى كمال عدوان فقط هو 3 أطباء من تخصص باطنة أطفال، أي أنهم لا يستطيعون أن يقدموا الخدمات والتخصصات الكبرى وأيضا لأي إصابات أو طيب في سياق الحديث محمود حول تراجع عدد من الآليات ولو بشكل جزئي، هل هذا الأمر يتيح نوعا ما متنفس للأهالي بأن يكون لديهم منطقة أوسع أو مساحة أوسع للتحرك من أجل التنقل خارج منازلهم لجني أي شيء ممكن أن يحصلوا عليه من ماء أو شراب أو غذاء؟ بالفعل هذا ما حصل أمس، ولكن كما تحدثت الخطر يعني بالأمس كان هناك عشرات الإصابات ممن حاول التقدم إلى مناطق تراجع الآليات لجمع بعض الحطب. يعني نحن نعلم أن الغاز منقطع تماما في منطقة شمال قطاع غزة، تقدمت الأهالي لجمع بعض الحطب أو حتى تفقد منازلهم التي خرجوا منها، ولكن سرعان ما تم استهدافهم من طائرات الكواد كابتر والطائرات المسيرة من خلال القصف الصواري. لكن بشكل عام يمكن القول أن هناك متنفس للناس، خصوصا منطقة مشروع بيت لاهي التي تعج الآن بآلاف الناس بعد أن خرجوا منطقة تل الزعتر ومشروع بيت لاهي وتكدسوا في هذه المنطقة. يعني يمكن القول أنهم احتموا بمستشفى كمال عدوان أو هي منطقة مشروع بيت لاهي. خلال أيام التقدم لم يستطيع أحد الخروج من المنزل والتجول في الشوارع، ولكن اليوم لربما نشهد يعني بعض المتنفس. يعني الناس ممكن تبادلت بعض البضائع ممن كان ينقصها، التجار حاولوا إخراج ما كان مخزن. يعني كان هناك بعض المتنفس للناس في مناطق الشمال، ولكن بشكل عام للحديث عن المساعدات والطعام في المنطقة منذ بداية هذه العملية لم يدخل أي مساعدات. ما يمكن الآن تداوله بين الناس من الأشياء التي كانت مخزنة عند التجار أو كانت مخزنة في البيوت التي خرج منها الناس. يعني الوضع الإنساني طيب بهذا الصدد، يعني بما أنه لا يوجد دخول أي مساعدات إلى المنطقة منذ فترة طويلة، ما يوجد هو من المخزون لدى المخازن أو التجار، وإن لا سمح الله طالت هذه المدة، هل فعليا ما يوجد أو ما هو مخزون يكفي لهذا الكم والعدد الكبير من الأهالي الموجودين في الشمال؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. يعني منذ بداية هذه العملية الاحتلال عمد على تدمير مقومات الحياة. أول أيام هذه العملية قام بخصف مخبز الشلفوح والمخبز الوحيد الذي يعمل في منطقة شمال قطاع غزة وأحرقه بشكل كامل وأخرجه عن الخدمة، هذه أولا. ثانيا فيما بعد قام بخصف مخازن الوكالة أو ما تعرف بالمعن، هذه المكان الأكبر الذي يتم فيه تخزين المساعدات القادمة من منطقة شمال قطاع غزة، منطقة زكيم أو منطقة إيرز، تم إحراقه وتدميره بشكل كامل. يعني كان هناك خطة ممنهجة من الاحتلال بتدمير هذه المقومات.
حتى يوصل الناس إلى جوع ونقص حاد في هذه المنطقة، وأيضا قصف أبار المياه وأخرج محطات التحلية عن الخدمة من خلال حصاره وعدم إدخال السولار الذي من شأنه تشغيل هذه المحطات. بالتالي نتحدث عن مقومات حياة معدومة، لا يوجد طعام، لا يوجد شراب، محطات التحلية التي من شأنها توفير مياه الشرب للناس أيضا خرجت عن الخدمة. الناس يعني حملت على عاتقها الصمود في منطقة شمال قطاع غزة، ولكن في حقيقة الأمر الوضع صعب وكارثي ومعقد في شمال القطاع. لا يوجد طعام، لا يوجد شراب، ناهيك عن عدم وجود الأدوية ومنظومة صحية خارجة عن الخدمة. يعني يمكن القول بنتيجة واحدة، الموت المحقق للناس إما جوعا أو قصفا في شمال القطاع. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، إما الموت جوعا أو قصفا. يعني من يصاب في شمال القطاع لا يجد من يقدم له الخدمة. نحن نتحدث متخيلة، نحن نتحدث عدم وجود أي طبيب متخصص من شأنه عمل عمليات كبرى وعمليات جراحية. لا يوجد أي طبيب جراح في شمال القطاع، فقط ما يوجد هو 3 أطباء باطنة أطفال. لا يستطيعون أن يقدموا هذه الخدمة. محمود، بالحديث يعني عن هذه المنظومة الطبية، وأن كنت قد تحدثت بأنها انهارت بشكل كامل، مستشفى كمال عدوان يعتبر من المستشفيات الرئيسية الكبيرة التي فعليا تقدم كانت الرعاية الطبية وبإمكانها استيعاب قدر كبير من المواطنين ولكن أو المرضى والجرحى، ولكن حاليا لا يوجد بها سوى 3 أطباء. انهيار كامل لهذه المنظومة، حتى الإسعافات الأولية غير قادرة على تقديمها للجرحى والمرضى. وقلت أيضا بالرغم من هناك تراجع لآليات الاحتلال، إلا أنه لا يزال هناك الخطر من أن تكون أن يتم إعادة تموضع هذه الآليات وتوجهها نحو المنازل أكثر بشكل أكبر. ولكن قبل أيام أيضا تم إخلاء طواقم الدفاع المدني والإسعاف. كيف يتم تحديدا بهذه الجزئية التعامل مع المناشدات في حال الاستهدافات ووجود عدد من الأهالي والمواطنين والجرحى تحت الأنقاض؟ دعيني بداية أشرح طبيعة المستشفيات الثلاثة في منطقة شمال قطاع غزة، مستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان. مستشفى كمال عدوان هو ليس هو المستشفى الرئيسي في هذه المنطقة، بل هو مستشفى الأندونيسي، المستشفى الأكبر الذي كان يضم عدد من غرف العمليات وعدد من الأطباء المتخصصين الذين يستطيعون أن يقدموا خدمة جراحية كاملة. مستشفى كمال عدوان بالأصل هو مستشفى أطفال وولادة فقط، لا شك وجود استقبال وطوارئ، ولكن هو بالتخصص أو بالتحديد هو مستشفى أطفال وولادة فقط. ولكن مستشفى الأندونيسي الذي يضم يعني كمساحة يضم عدد أسرة أكبر كمبيت وكعمليات واستقبال وطوارئ، ولكن هذا المستشفى وقوعه في منطقة جغرافية غير آمنة سرعان ما خرج عن خدمة في بداية هذه العملية، وبالتالي ما يجاوره مستشفى العودة، وأيضا سرعان ما خرج عن الخدمة الذي يقدم عمليات العظام والولادة أيضا. لكن مستشفى الأندونيسي كان يتحمل عبء أكبر من طاقته بكثير، اضطر لعمل العمليات داخل هذه المستشفى واستقبال أعداد كبيرة وضخمة تفوق قدرة هذا المستشفى من الجرحى، ولكن يعني كان على قدر المسؤولية. ولكن الظروف وأعداد الإصابات وطبيعة الضغط الإسرائيلي من خلال القصف المتتالي على مناطق متفرقة أخرج هذا المستشفى، وكانت الإصابات التي تصل تفوق قدرة هذا المستشفى. أما فيما يتعلق بسيارات الإسعاف والدفاع المدني، الاحتلال للأسف يعني أرسل طائرات كواد كابتر من خلال مكبرات الصوت وأجبر هؤلاء العاملين أو في الخدمة المدنية الدفاع المدني وأيضا الإسعاف والطوارئ كهلال أحمر وخدمات طبية للخروج من خلال شارع صلاح الدين. وعندما اقتحمت الآليات مستشفى كمال عدوان قامت بتدمير باقي السيارات، يعني أحرق عندما نادى عليها بطائرات كواد كابتر في اليوم التالي أحرق من السيارات اللي كانت متوقفة في الشارع في منطقة مشروع بيت لاهيا. وبعد يومين عندما اقتحم مستشفى كمال عدوان دمر باقي سيارات الإسعاف، أي أنه متعمد أن يخرج هذه المنظومة عن الخدمة. من يعني شهدنا قبل يومين 3 مجازر في منطقة مشروع بيت لاهيا، مجزرتين آسف في منطقة مشروع بيت لاهيا ومجزرة في منطقة الفخورة. الناس نقلت الإصابات فقط عن طريق العربات التي يجرها حيوان. لم نجد أي منظومة متكاملة تستطيع أن تستجيب لنداءات الناس، تستطيع أن تنقل أو تنقذ حتى المصابين من تحت الأنقاض. حرفيا من يصاب يستشهد، ويمكن شاهدتم الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة مشروع بيت لاهيا، كان الناس
يجمعون الإصابات في أحد البيوت القريب أحد البيوت القريب من الاستهداف، ويتم تقديم الإسعافات الأولية بطريقة عشوائية، يعني حتى ليس بالطريقة الصحيحة. يعني كل الناس بدأت تساعد بطريقة عاطفية لعدم وجود دفاع مدني وإسعاف يمكن نقل هؤلاء الإصابات إلى المستشفى. والحقيقة إن وجدت هذه السيارات هي للأسف مش موجودة، وإن وجدت وتم نقل الإصابات إلى المستشفى، المريض لا يتلقى خدمة طبية كاملة بل يتلقى إسعافات أولية داخل المستشفى كما لا يتلقى. كل الاحترام لمحمود صباح زميل الصحفي من شمال غزة، كنت وإيانا للاطلاع أكثر حول آخر المستجدات والمتابعات الميدانية من شمال غزة. ربنا يحماكم وينصركم، ودائما ندعو لكم بأن تبقوا في رعاية الله. كل الشكر لمحمود، متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا. هذا هو الحال للأسف، جيش الاحتلال عمل على انهيار المنظومة الطبية تحديدا في الشمال، استهدف العديد من الأعمدة والركائز الأساسية لمستشفى كمال عدوان، متعمدا إخراج هذا الصرح الطبي عن الخدمة من أجل عدم تقديمه للمرضى والجرحى أي خدمات طبية لازمة لهم. تخيلوا أن مستشفى كمال عدوان، هذا المستشفى العريق بخدماته وتخصصاته الطبية، أصبح لا يوجد به سوى 3 أطباء. حتى الإسعافات الأولية أصبح هذا الصرح الطبي غير قادر على تقديمها للجرحى وللمرضى. كان الله بعون الجميع. متواصلين معكم مستمعين.